بالتأكيد موضوع الإساءة للشعائر والرموز الدينية هو مغطى وفق قانون العقوبات، فهذا يعتبر يعني قانونا وفق قانون العقوبات هو جريمة. فبالتأكيد يعني دوريات النجدة احنا عندنا منتشرة في كل جانب الرصافة، وخصوصا في مجال الخطة الأمنية راح يكون عندنا دوريات راح ترافق المواكب يعني الثابته والمواكب المتنقله. نعم. يعني المواكب المتنقله يعني راح تكون ترافقها دوريات، بالاضافه الى المواكب الثابته راح تكون يعني محيط الموكب هناك دوريات. وحتى ضمن الخطه هناك يعني عنصر نسوي يعني بخصوص موضوع الخطه الامنيه.